السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة السادسة من استكمال شرحنا للإن ام ار. تمام، دي تعتبر بإذن الله هتبقى آخر محاضرة لنا. كده نبقى احنا خلصنا تغطية كل الجوانب اللي احنا عايزين نشرحها كانترودكشن للإن ام ار. ما زلت بقول دي انترودكشن للإن ام ار، انت محتاج تقرأ أكتر وأكتر في الإن ام ار عشان تجمع يعني كم كبير من المعلومات وتقرأ. يعني كل توبك أنا شرحته لك انت مطالب انك انت تقرأ عنه أكتر وأكتر. النهارده بس هنركز على كام حته كده، حاجات اضافيه في الان ام ار، وكمان هنحل اسئله واسئله كتير جدا باذن الله. تمام، فركز معايا. النهارده هنتكلم على ثلاث حاجات. اول حاجه اللي هو السوليد ستيت ان ام ار، وبعد كده هنتكلم على ال2 دي ان ام ار، بعد كده هنرجع على حاجه كده كان المفروض نقولها من زمان بس احنا قلنا نخليها للاخر شويه عشان تبقى انت عندك شويه فهم للموضوع ماشي ازاي الاول، وبعد كده نبدا نتكلم فيها دايناميك بروسيس ان ام ار، وبعد كده هناخد شويه عن الابلكيشن بتاعت ال ان ام ار بعيدا عن الريسيرش وبعيدا عن تفسير الاستراكشرات بتاعت المركبات العضويه. لا، احنا عايزين نشوف شويه تطبيقات ال ان ام ار في الصناعه. تمام، وبعد كده هنحل اسئله واسئله كتير جدا باذن الله. يعني يلا بينا نبدا كده. اول حاجه بنشوفها اللي هي السوليد ستيت ان ام ار، او في ساعات بيسموها اس اس ان ام ار. تمام، طبعا الاس اس ان ام ار ده زي ما قلنا المرة اللي فاتت عرفنا حاجة مهمة جدا وخدنا بالنا منها في الآخر خالص في آخر الكربون 13 لما شرحناه. قلنا إن أهم مشكلة كانت بتواجهني في الكربون 13 إن ام ار هي ضعف البيكس، إن أنا بقعد أعمل إسكان مرات طويلة جدا لنفس السامبل على الجهاز وأكرر عملية الإسكان مرة واثنين وثلاثة لحد ما بخلي العينة تطلع لي إيه؟ البيك شوية تبقى ظاهرة نسبة للنويز اللي بتبقى تحت عشان أحسس أو أحسن البيك نويز ريشيو اللي هو النسبه ما بين البيك للنويز اللي تحت. فبيقول لي انت محتاج تعمل اكتر من سكان، فبيقول لي بعض العينات وانا بعمل كربون 13 ان ام ار بتقعد 4 ساعات، ولو انت شايف ان الاربع ساعات ده وقت طويل، بعض عينات الان ام ار، وانا مسؤول على الكلام اللي بقوله لك، بعض عينات الان ام ار وبعض قياسات الان ام ار بتقعد 24 ساعه جوه الجهاز. 24 ساعه في جهاز بالملايين وبيكلف الاف الدولارات يوميا في التبريد بس، فده كده طول القياس مش مظبوطه. ففي طريقه تانية ممكن نقيس بيها ال ان ام ار للمركبات مش في صوره سوليوشن. ازاي؟ بيقول لي بنقيس العينه في السوليد ستيت. طيب بيقول لي ايه ان فكره السوليد ستيت ان ام ار يعني بتبقى هي حل كويس وحل بروميسنج جدا بالنسبه لي لمشكله ضعف البيكس بتاعه الكربون 13. يبقى انا بدل ما اعمل سوليوشن وبدل ما اعمل تركيزات عاليه من العينات، لا انا مش هعمل سوليوشن اصلا، انا هعمل مباشره ان ام ار للسوليد ستيت. ولكن وحط تحت بط دي 200 خط، بيقول لي ان في بعض المشاكل الجديده ظهرت لما جيت اقيس ال ان ام ار للسوليد ستيت. يبقى وانا بعمل ان ام ار للسوليد ستيت عشان اتلافى مشكله ضعف البيك واخلي وقت القياس كمان اقل والبيك تبقى كويسه، بيقول لي بدات تظهر لي مشاكل جديده تسبب فيها القياس في الحاله الصلبه. لما باجي اعمل سوليد ستيت ان ام ار بدا يظهر لي مشاكل. بيقول لي اكبر مشكله بتواجهني هي اللاين برودنينج. ازاي؟ بيقول لي في الكربون 13 ان ام ار كان بيطلع الخطوط لاينز، البيكات دي مش بيكس، لاين. قال لي بتلاقي لا، لما تيجي تقيس سوليد ستيت بتلاقيها خدت شويه رينج. تمام؟ بدات تكبر. طيب ايه المشكله دي وايه اثرها؟ بيقول لي طب هو انا ليه بقيس سوليد ستيت ان ام ار كربون 13 وما اقيسش سوليد ستيت بروتون؟ بيقول لي البروتون ان ام ار اصلا بطبيعته البيك اصلا برود، البيك شويه واخده رينج. فانا لو قيستها في السوليد ستيت بلاقيها خدت رينج كبير جدا لحد ما بيحصل اوفرلاب بين البيكس، وعشان كده معظم ال ان ام ار بتبقى للسوليد ستيت، ولكن ما حدش بيقيس سوليد ستيت للبروتين ان ام ار، بيعملوا سوليد ستيت كربون 13. يعني كربون 13 ان ام ار بقيس سوليد ستيت وليس بروتين ان ام ار، لان البروتين ان ام ار العينه ما بتقعدش فتره طويله، يعني العينه مثلا في 5 دقائق او 10 دقائق بالكثير قوي هتطلع لك ان ام ار ممتاز جدا. ويعني دي في شويه حاجات متعلقه اصلا بالنيوكليس بتاعت البروتين ومشاكل متعلقه بنوعيه او فكره الريلاكسيشن بتاعت الكربون 13 ان ام ار، مشاكل مالكش دعوه بيها، يعني دي حاجات تكنيكال شويه. طيب ازاي بقى نتغلب على حته اللاين برودنينج؟ بما ان انا جيت اقيس سوليد ستيت لقيت ان بيحصل عندي ايه؟ ان بيحصل برودنينج لللاين، الخطوط بتبقى شويه بدات يبقى حجمها برود. فبيقول لي ممكن اعاكس او اعاكس التاثير بتاع اللاين برودنينج عن طريق ان انا اعمل حاجه اسمها الماس. بيقول لي بتعمل حاجه اسمها مش ماس، هو بتختصر بالام اي اس، طبعا ده ابريفيشن. الام اي اس ده اسمه الماجيك انجل سبيننج. تعالوا نفهم ايه الماجيك انجل سبيننج وايه القصه بتاعته دي. بيقول لي لما قلت لك
من زمان ان العينه في جهاز ال ان ام ار عشان يبقى الفيلد اللي مأثر عليها اللي هو البي اللي مأثر عليها من كل الاتجاهات سيمتريك، فكنا بنلف العينه حوالين محورها، اهي دي العينه بتاعتي، فكنا بنلف العينه حوالين محورها عشان نخليها متعرضه من كل الاتجاهات بتاعتها لمجال سيمتريك. طيب بيقول لي في السوليد ستيت ان ام ار وجدوا ان البرودنينج بينشأ من فكره ان البلوره، لو انا مثلا عندي الكريستال بتاعتي، ما الماده الصلبه بتاعتي تبقى كريستال، تمام؟ لو قلنا ان دي مثلا كريستال مكعبه، فبيقول لي ان اطراف البلوره بتاعتي ما بتبقاش متعرضه لمجال مغناطيسي بنفس الدرجه عن اللي في البلك عن اللي في الجناب، والخلاف ده بيولد اختلافات في ال ان ام ار، يبقى نفس الاتوم وبتظهر امتصاصات مختلفه على حسب موقعها جوه الكريستال، وده هيولد لي مشكله ان نفس الاتوم المفروض تظهر بنفس الامتصاص لو كنا بنقيس في السوليوشن، لا بتظهر لي بقى واخده رينج، فده هو سبب البرودنينج. طيب اتغلب على الحته دي ازاي؟ قالوا لي ان في حاجه اسمها الماجيك انجل. الماجيك انجل او الزاويه السحريه دي بيقول لي هي زاويه بتساوي 54.7 من 10، ودي لو عملت سبيننج للعينه بتاعتي بالزاويه دي نسبه لخطوط الفيضه المغناطيسيه للمجال اللي مأثر على العينه بتاعتي، الاقي ان البرودنينج ده قل جدا او اختفى، يعني هيقل الدرجه كويسه انه هيسمح لي ان انا اقيس العينه بتاعتي وتبقى النتائج مظبوطه جدا. يبقى هي دي فكره مين؟ الماجيك انجل سبيننج، تمام؟ هي دي كل اللي انا عايزك تعرفه في السوليد ستيت ان ام ار، انك انت ممكن تقيس العينه تعمل لها كربون 13 ان ام ار في السوليد ستيت، ولكن لازم تعمل لها حاجه اسمها ماجيك انجل سبيننج عشان تتلافى على وتتغلب على فكره اللاين برودنينج، تمام؟ طيب تعال اوريك شيت مركب زي ده الكامفور. طيب ده مركب اهو زي ما انت شايفه، انا ما يهمنيش، بالنسبه لي مش عايزك تفسر الشيت، انا من المره دي عايزك بس تشوف الشيت اللي انت شايفه ده اهو. الشيت ده كربون 13 ان ام ار لسوليد ستيت سامبل، ده قياس لسوليد سامبل، العينه دي متجمده وفي السوليد ستيت، ودي النتيجه مدياني الشيت بالمنظر ده. الشيت الى حد ما لما عملت له كمان ماجيك انجل سبيننج فالخطوط يعني ما بقتش برود قوي، ولكن قال لي لو قربت هتشوف ان الخطوط شويه برود اهو، تمام؟ وده بياكد لي ان هو في شويه برودنج، يعني انت لو بصيت هنا برضو الخطوط بدات تاخد شكل شويه بيك، تمام؟ ولكن برضو كويس ما حصلش اوفرلاب، والخطوط ادتني قراءات كويسه وبتسمح لي ان انا اقيس العينه في وقت قصير جدا، ده شيء ممتاز جدا، ودي واحده من الحاجات اللي مستخدمه كتير جدا بدل الاكس راي. لو انت العينه بتاعتك عايز تعمل لها اكس راي اناليسيس وانك انت تعرف التركيب او الشكل بتاعها والاتومز اللي فيها والكونكتيفيتي بتاعتهم، فبيقول يعتبر بديل الى حد ما رخيص شويه عن الاكس راي اللي هو السوليد ستيت ان ام ار، لكن للاسف التحليل ده تقريبا مش متاح في مصر اعتقد، يعني ما فيش جهاز، الا لو من فتره كده كان بيتكلموا ان في جهاز تقريبا في جامعه، بس مش عارف فين بالظبط والله، بس الاكيد انه عدد محدود من الاجهزه اللي بتقيس اللي هو السوليد ستيت ان ام ار. طيب في نوع تاني برضو من القياس، انا برضو يعني كنت في الاول بشرح لك ابسط حاجات اللي هو ال1 دي، ان انا بقيس يا اما البروتون يا اما بقيس الكربون، تمام؟ مره بقيس البروتون او بقيس الكربون 13، لكن في طرق قياس بتسمح لي ان انا اقيس في نفس الوقت البروتون ان ام ار واعمل كوريليشن ما بين البروتون ان ام ار والكربون 13، او اعمل كوريليشن ما بين البروتون والبروتون الثاني، فاكر فكره الجي كابلنج؟ ايوه، الجهاز بيعملها بنفسه بقى، بدل ما تقعد ساعتين ثلاثه تبص في الشيت وتبص وتقول لي من المالتيبلستي ده ماسك في ده وده ماسك في ده، الجهاز بيدي لك شيت ما فيهوش كلمه، انت بتبقى متاكد 100% انه ده انهو كربون او انهو هيدروجين كوريليتد مع الانهي هيدروجين، انت عارف الكربونه مثلا دي ماسكه بكام هيدروجين مباشره من غير ما تقعد تبص كتير، الشيت متفسر وفسر نفسه. دول انواع من ال ان ام ار بيسموهم ال 2 دي ان ام ار، ان انا بشتغل في 2 دايمنشن، بشتغل وبشوف علاقه هيدروجين مع هيدروجين او الهيدروجين بالكربون، الهيدروجين بالكربون ده ممتاز. ليه اكتر من اسم بقى وليه انواع كتيره جدا، يعني انا بديك اشهر حاجات هتسمع مثلا في ساعات يقول لك كوزي اللي هو كوريليشن سبكتروسكوبي، او هيد كور اللي هو هيتيرو نيوكليير كوريليشن سبكتروسكوبي، او اتش ام بي سي، او اتش ام كيو سي، او النوزي او الان او اي اللي هو النيوكليير اوفر هاوزر افكت، ان هو الاتوم او اللي هي الهيدروجين تكون متاثره باتوم ثانيه ولكن ما بينهمش بوند، ولكن متاثرين من خلال الترابط الفراغي او من خلال الفراغ، يعني انت مثلا لو عندك نيتروجين في مركب، فلو قلنا بروتين مثلا وهو عنده مثلا دي امايد، تمام؟ هنا دي امايد، بيقول لي لو في اي هيدروجين مثلا من جزء ثاني من المركب ما بينهمش اي كونكتيفيتي، بيقول لي النيتروجين دي بتاثر على الهيدروجين، فاللي بيسمح لي القياس ده هو النوزي،
ودي بتسمح لنا نعرف ال 3 دي شيب بتاع البروتين، في 2 دي ان ام ار وفي 3 دي ان ام ار وكمان في 4 دي ان ام ار، بتديني كميه داتا رهيبه، ولكن خد بالك تفسيرهم ما بيبقاش سهل يعني بالبساطه اللي انت متخيلها، ولكن بيديني كميه داتا معقوله جدا كمان. اهو انا عايز اوريك مثلا ده عباره عن ايه؟ عن بروتين ان ام ار اهو، والتدليك بتاعه تبقى فارده على 2 دي، تمام؟ ادي شيت بروتين ان ام ار وادي الكيميكال شيفت بتاعه. طيب ده كويس، سيبك بس من الشكل اللي في النص دلوقتي. لو نزلت تحت ده هنا كربون 13 التدريج بتاعه، وادي البيكات بتاعته اهي. طيب ايه اللي بيحصل؟ الجهاز بيقيس لي البروتون والكربون في نفس الوقت وانت بتمشي، دي في البروتون هتمشي كده هتلاقي ان في هنا بيك متقطعه ما بين الاثنين، يبقى الكربونه دي عامله كوريليشن مع الهيدروجين دي، يبقى الكربونه دي كانت ماسكه في الهيدروجين دي مباشرة من غير كلام. لو نزلت هنا نفس الكلام، دي كده منطقة التقاطع، دي هي الهيد كور، ان انا بعمل كوريليشن ما بين البروتون ان ام ار واعرف انه بروتون ماسك في الكربون رقم كام، وده مباشرة من غير ما تقعد تبص وتبص بقى على مثلا ديبت او تبص على اي حاجة، لا الهيد كور ممتاز جدا. تمام، يعني لو وريتك اللي هو الايسايل فيساليت، بص هنا كده دي مثلا مين؟ تريبلت ودي كورتت، فالتريبلت دي والكورتت اللي هي دي. طيب لو رجعنا بقى للبروتون ان ام ار، ارجع معايا كده بقى للكربون، ده كده البروتون. طيب تعالى الكربون، اول واحده اهي وتاني واحده اهي وبعد كده دول الاروماتيك. طيب ركز بقى معايا، بيقول لي في كل منطقه الشيت بيظهر لي على صوره ايه؟ مناطق بيحصل فيها يعني تداخلات او تقاطعات. المنطقه دي كده ماشي تحت دول كلهم مفيش اي تقاطع هنا لحد هنا، يبقى الكربونه دي ماسكه في الهيدروجين دي، يبقى انا متاكد ان الكربونه دي هي ماسكه فيها الهيدروجينات دي كلها وهم اول حاجه هنا. طيب لو جيت هنا انزل لتحت وامشي كده اهو، عملت كوريليشن معاك ونفس الكلام، تكمل تفك مركبك مباشره ما ياخدش معاك دقيقتين. طبعا ده بيتعمل للمركبات اللي هي فيها تعقيد جامد، وبيتعمل للمركبات اللي هي البروتينات والحاجات دي، بيبقى فكره التداخل في البروتينات صعبه، تمام؟ لكن انت بالنسبه لك في المركبات السيمبل هتبقى الدنيا سيمبل، بس انا عايز اديك فكره ان في ان ام ار باشكال لا تتخيلها، وان مفيش حد يعني دي تبقى معلومه في دماغك، مفيش حد عنده العلم الجامع المانع في ال ان ام ار، كل يوم في جديد في ال ان ام ار، وكل يوم في تكنيك احدث، وكل يوم بيحاولوا يسهلوها اكتر واكتر، تمام؟ طيب ده لو كان كربون مع بروتون ان ام ار، تعال كده نشوف لو في بروتون ان ام ار مع بروتون ان ام ار. هتقول لي ما هو هو نفس الشيت، اقول لك ايوه، بس لو ركزت معايا هتبص في حاجه تلاقيها غريبه جدا. لو عملنا اتش اتش ان ام ار اللي هو اسمه الكوزي كوريليشن سبكتروسكوبي، بيقول لي لو مشيت على الدياجونال ده، اسف بس ثانيه، لو مشيت على الخط اللي هو الدياجونال ده كده اللي هو ماشي من هنا لهنا، بيقول لي ده هو البيكات بتاعتك، اربع بيكات، تمام؟ اهو ده مركبنا مديني اربعه بيكس، امال ايه الحاجات اللي انت سايبها هنا؟ بيقول لي بص هتلاقي النص اللي فوق زي النص اللي تحت، لو عندك بروتون بروتون، عشان انت بتقيس هنا وهنا بروتون ان ام ار، تمام؟ فخد منهم نص وحاول تفسره، ده هيجيب لك الكوريليشن ما بين البروتون مع البروتون الثاني، يعني هو ده بيقول لك ان البيكا الكورتد دي عامله كوريليشن مع البيكا التريبلت دي، وكمان لو جيت هنا اهو الكورتد عامله كوريليشن مع البيكا التريبلت، ولو نزلت تحت هطلع بنفس النتيجه، فانا بعمل في جنب واحد فقط، يعني دي مثلا عامله كوريليشن مع دي. فده بيديني بيانات ممتازه جدا برضو عن الكوريليشن ما بين مين ومين بقى؟ بين الهيدروجين والهيدروجين. ده هعرف بيه الجي كابلنج، فكره الجي كابلنج اللي هو الاتش اتش كابلنج، يعني لو انت اتش وماسكه فيه كربونه ومن خلال كمان كربونه ودي هنا، فده بيسمح لي بان انا اعرف العلاقات دي مباشره من غير ما اقعد برضو ابص واقعد احسب جي كابلنج والقصص دي كلها، لا ده هيجيب لي الاتش اتش كابلنج من غير ما اشغل بالي واقعد اهرش في دماغي فتره طويله ابص في الشيت، خصوصا ان انت لو عندك مركب يعني في تعقيد شويه مش هتعرف تفسره كله مباشره بالطرق العاديه. فده برده من ضمن الطرق المطبقه في العالم والشغل حديث جدا ده. طيب تعال ناخد شويه بعض الدايناميك بروسيسز ان ام ار. تمام، بيقول لي المركب انت بتقيسه بالان ام ار هو مركب مش ثابت، بعض المركب دي بيبقى فيها بعض العمليات الديناميكيه اشهرها، بيقول لي لو انت عندك رينج مثلا حلقه سداسيه زي السايكلوهكسان، قال لي في السايكلوهكسان لو انت عندك اثنين سبستيتوان على بوزيشن واحد، مثلا لو قلنا فلورين
ومعاك الميسايل. فبيحصل حاجة اسمها الرينج فليبنج، بيتحول من الفور أو الوان سي فور للفور سي وان، تمام؟ بيتحول من صورة لصورة، بيتحول ما بين صورتين. يعني المنطقة دي مش كانت تحت هنا، لا اتعاكست، الجنب التاني بقى تحت ودي اللي بقت فوق. العملية دي بتتم تلقائية جدا وأنا ما باخدش بالي منها لو ما فيش سبستيتون أو ما فيش حاجة أقيس بيها لو كان كله هيدروجين. لكن بيقول لي لو في سبستيتون هنا فلا، بص الهيدروجين اللي فوق دول لو بصينا على الاتش الاكسيال هشوف ان دي قريبه شويه للاثنين اتش دول، فهتاثر عليهم وتعمل معاهم كورليشن. لكن لو بقت اكواتوريال للاف دي هتبقى بعيده عنهم، فدول بعدوا عن المجال بتاعهم. ولكن هتلاقي ان الاثنين اللي باللون الازرق دول بقوا قريبين للميسايل وهيعملوا كورليشن مع بعض. اذا انا ممكن شيت ال ان ام ار يتغير ويديني بدل ما انا متوقع ان هو مركب واحد يظهر لي كل بيك جنبها كانه ظل ليها او كانه مركبين. بيقول لي ان هنا كمان شكل الشيت هيتغير مع الحراره. ليه؟ بيقول لي الاكوليبريم ده لو بردت جدا هثبت ده وهثبت ده، هيبقى كانهم مركبين منفصلين. بس بيقول لي كل ما هتسخن هيبقى الاكوليبريم ما بينهم عالي، لحد ما هوصل لدرجه حراره هبقى في نقطه متوسطه، فالجهاز هيقيس المحصله او متوسط القيمتين. تمام؟ ان بعض الحاجات يعني بتبقى بتتحرك او في ريزونانس او في اكوليبريم ما بين شكلين، فده الجهاز بيقيس على حسب سرعه التغير. لو سرعه التغير كبير جدا الجهاز ما يقدرش يلقط غير متوسط المنطقه اللي في النص، متوسط القيمتين. لكن لو المركب انت بردت المركب جدا فكده هيظهر الامتصاص، كل شكل منهم امتصاص لوحده، وده هيديني كان عندي مركبين. فتيجي تقيس مركب من دول وانت منظف مركباتك او عامل لها ان مارك كويسه، ولكن تكتشف ان كانه عندك يعني ايه، كان في امبيورتيز مع ان هو مفيش امبيورتيز خالص. تعالى كده نشوف الحته دي. بيقول لي ان انا جبت سايكلوهكسين عادي خالص بس بدلت ال 11 هيدروجين اللي فيه، هو فيه كام؟ 12 هيدروجين، بدلت 11 منهم بديوتيريوم، تمام؟ وخليت اتش واحده بس عشان هي لوحدها تمتص. طيب بيقول لي المركب في الطبيعي المفروض انه بيعمل فليبنج، فبيروح وبيجي بين الشكلين. طيب ما بين الشكلين دول مره هتكون الهيدروجين بتاعتي دي تكون اكواتوريال ومره هتكون اكزيال، وده هيخليها تدي امتصاصين مختلفين. فتعالى كده بص معايا وركز. انا هبدا اقيس عند درجات حراره مختلفه. بيقول لي لما كانت الحراره سالب 49 درجه تحت الصفر فكان الامتصاصين في مكان واحد وخلاص، دي او دي الشكل ده او ده بيمتصوا في نفس المكان. بيقول لي لما بردت ابتدت البيك تفرد، بردت اكتر لسالب 60 بدات تفرد خالص، لما وصلت 63 تحت الصفر بدات البيك تفرد وبدا يظهر فيها بعض الانحناءات الجديده اهي هنا وهنا. لما وصلت 68 لا بقى ظاهر ان هما اتنين بيك، تمام؟ طيب لما وصلت 89 درجه تحت الصفر بقى ده بيك لوحدها ودي بيك لوحدها، لان انا عملت فريز لدي، ثبتت دي وثبتت دي، وبقى التحول ما بين دي ودي رايح جاي بطيء بما يكفي انه يسمح للجهاز ان هو يقيس الشكلين في نفس الوقت ويظهر كان عندي مركبين وعندي امتصاصين، مع ان هو عندي مركب واحد، ولكن ده بسبب اللي هو ايه الدايناميك اكوليبريم ما بينهم. طيب درجه الحراره اللي بيتجمع فيها الاثنين بيك مع بعض ويبقوا بيك واحده في النص اهي، ده بيسموها التي سي او بيسموها الكولاسنس تمبريتشر، تمام؟ درجه الحراره اللي بيحصل فيها ان الاثنين بيك يتجمعوا مع بعض ويصاروا بيك واحده كقيمه متوسطه. دول الاثنين بيك اهم، بص قيمهم، ولكن البيك الجديده هنا قيمه متوسطه ما بينهم، وده بيخلي لي ان انا بشوف السبيكترم كانه في تغير كفانكشن في درجه الحراره، تمام؟ طيب تعالى كده نشوف فكره الانولايزيشن برضو من ضمن الدايناميك بروسيس. بيقول لي انت لو عندك مركب اسمه الاسيتيل اسيتون، لو بصيت على الحته دي لوحدها كده ده مركب الاسيتون، ولكن كان في مجموعه الاسيتيل، تمام؟ فالمركب ده اسمه اسيتيل اسيتون. لما جم يقيسوا مركب الاسيتيل اسيتون كان متوقع ان دول كده سيمتريك دي بيك ودول الاثنين بيك، فده كده في البروتون ان ام ار هيظهر لي المفروض اثنين بيك، تمام؟ ويظهر لي يعني هتبقى دي في حدود 2 و2 مثلا، ودي هتظهر في حدود 3 وشويه، يعني هنقول 3.7، ده اللي توقعه. حط المركب بتاعنا ده في ال ان ام ار وجم يقيسوا المركب، لو بدل ما بيظهر 2 بيك بيظهر 5 بيك، عملوا فيه كل حاجه ممكن تقدرها او ان هم يتاكدوا ان هو مش امبيور، لقوا المركب بيور جدا، ولكن كل ما بيعملوا له عمليه قياس بيظهر له 5 بيك. مش كده وبس، ده البيكس الاساسيه اللي انا عاملها دي بتبقى هي الصغيره بنسبه 14%،
والبيكسل الغريبه الثانيه اللي هم مش عارفين يفسروها بنسبه 86%. ومن هنا جت الفكره، كنت زمان تسمع عن الانولايزيشن او التوتوميزم وتقول الناس دول بيقولوا اي هجس، بيقولوا اي كلام. هل الكلام، هل في انولايزيشن فعلا؟ هل في انولايزيشن فعلا في الاورجانيك كيمستري؟ يقول لي ايوه، واثبت الانولايزيشن لما بقيس الان ام ار. ركز بقى معايا، دول اتنين بيك، تمام؟ انا معاك. طيب ركز بقى معايا، لو كمان الشكل ده حصل انولايزيشن، بص الشكل ده فيه كام بيك، تمام؟ ادي دي ودي، كويس، ودي لوحدها ودي لوحدها، يبقى كده عندك كام بيك، تمام؟ عايزك تركز معايا، خلي بالك الاتش دي مره تبقى هنا ومره تبقى هنا، دي او اتش، فدول الاثنين يعتبروا سيمتريك، دي بيك ودي هتظهر بيك كانها الكين، ودي الاينول. بيقول لي كان دي هايلي اسيدك او هايلي اكستشينجبل، وبتكون هايلي دي شيلدد، فبتظهر عند كيميكال شيفت عالي جدا في حدود 15.3، دي الاينول هيدروجين اهي. تركز معايا، يعني ايه اينول؟ يعني الكين ولكن عليه او اتش، فبيبقى فيها هايلي دي شيلدد بروتون، بيظهر عند امتصاص 15.3، بيظهر امتصاص عند هايلي دي شيلدد. وده بيفسر انه ليه بدل ما هم اتنين بيك وفي ثلاثه جايين من هنا، ده اللي بيفسر ليه عندي خمسه بيك، تمام؟ يبقى كده ده من ضمن الدايناميك بروسيس اللي انت لازم تاخد بالك منها. يعني الحته دي مش هتلاقي فيها اسئله نظري، بس الحته دي تلاقيها لو انت عندك شيت عملي او انت عايز تفهم شويه في الان ام ار وفلسفه القياس في الان ام ار. طيب انا هبرد ولا هسخن؟ والله في الحالات اللي زي دي لازم تقول على درجه الحراره اللي انت بتقيس عندها، عشان هنا شكل الشيت بيتغير جدا مع التبريد او مع رفع درجه الحراره. بص هنا مثلا، ده احنا الشيت متوقع كان يطلع كده 2 بيك، ده لو هو الشكل ده لوحده، ولكن لما ضفنا ده كمان معانا اصبح عندي بيك 2 3، ودي مين؟ اللي هي الانول، تمام؟ بس طبعا مره هيبقى هنا وهنا، فالاثنين ميسايل دول بيظهروا مع بعض، ما يظهروش 2 بيك لوحدهم. ودي هي مين؟ الاتش اللي هي كانها شبه الالكين، ما هي دي الكين، كانها دبل بوند، الاتش الالكين بتبقى هنا في حدود المنطقه دي. ده كده توقع. بيقول لي كمان حاجه ثانيه، لو عندي امايد، لو عندي امايد ايه اللي بيحصل؟ بيقول لي ان بيحصل ريزونانس، ادي فيه لون بير تمام هنا، ودي بتسحب ماشي، برضو النيتروجين عليها لون بير هي كمان، ولان النيتروجين اقل في السلبيه الكهربائيه فبتمنح الكتروناتها هدول اللون بير وتنزلهم هنا، ودي عشان السلبيه الكهربائيه بتاعتها عاليه بتسحب الاثنين الكترون فوق، فبتحصل على شكل دي تبقى او نيجاتيف ودي دبل بوند وبقت دي بوزيتيف. فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان بدل ما الاثنين ميسايل دول بيلفوا هنا، كانت دي بتلف فبيخلي الاثنين ميسايل دول سيمتريك، بتلاقيهم فعلي ان الميسايل دي مش سيمتريك مع الميسايل دي. ايوه نقف بقى كده ونركز. الكلام النظري بيقول لي المفروض لو عندك انت امايد زي الفورمامايد مثلا، دي ام اف داي ميثايل فورمامايد، المفروض دي ودي شبه بعض، يقول لك تمام، بس اللي وجدوه عملي ان الميسايل دي بتظهر في مكان والميسايل دي بتظهر في مكان، لان دي بقى الدبل بوند والدوران حوالين الدبل بوند بيبقى ريستريكتد، ممنوع، مفيش حركه، تمام؟ وعشان كده ده بيخلي الاثنين ميسايل مش سيمتريك. ليه؟ دي سيس مع الاو هنا، ودي سيس مع الاتش، فايه رايك؟ هما الاثنين مختلفين تمام، بقوا كل واحده فيهم في انفايرمنت مختلفه عن الثانيه. بيقول لي لو انت سبتهم كده في الوضع العادي هيبقى ده 2 بيك، بس بيقول لي لو انت سخنت جدا، لو رفعت درجه الحراره عند تقريبا 130 درجه، بتلاقي ان الشكلين دول بيظهر الشكل ده والشكل ده في ريزونانس سريع جدا ما بينهم، وده بيسمح ان عمليه الريزونانس دي تبقى سريعه، تمام؟ وده بيسمح انه يبقى المركبين كانهم مركب واحد، وتظهر الاثنين ميسايل دول سيمتريك بس في حراره عاليه جدا في حدود 130 درجه، تمام؟ يبقى ده دي ام اف بيقول لي بيظهر سيجنال عند 274 و291 لمجموعات الميسايل في البروتون ان ام ار، وكمان في الكربون 13 بيظهر كل واحده ميسايل منهم، واحده عند ال 30 وواحده عند ال 35، بعيد جدا. بس بيقول لي لما بسخن عند ال 130 سيليزيوس فبيظهر اونلي 1 بيك في منطقه ميد واي في النص، كانك جمعت الاثنين دول وقسمتهم عند ال 2.8 وعند ال 32 بالنسبه للكربون 13، كانها ايه؟ قيم متوسطه لهم، تمام؟ ده برضو من ضمن الدايناميك بروسيس اللي بتحصل في ال ان ام ار. هجيب لك دلوقتي شيتات عملي لمركبات اتقاست عمليا وفيها الموضوع ده، هسيبها عادي خالص، شغلوش بالهم بحته ان هو عارف على الحراره ولا لا. المركب الحته دي امايد، كانها امايد،
وده مركب فيه داي ميثايل اميد، فبتلاقي ايه اللي بيحصل، الميثايل دي ليها بيك والميثايل دي ليها البيك الثانيه، وده بيخلي انه الاثنين ميثايل بدل ما هم سيمتريك ويظهروا في بيك واحده يظهروا في مكانين بسبب الريزونانس بتاع الاميد. لو برضو نفس المركب جبناه للكربون 13 هلاقي برضو واحده منهم هنا والثانيه اهي، بدل ما انا متوقع الاثنين ميثايل اللي على الان يظهروا سيمتريك، لا ظهروا لي كل واحده في بيك لوحدها. ده بسبب ايه؟ بسبب الريزونانس بتاع الاميد ده اللي هو المجموعه ال NH مع ال NH2 او ال N عموما مع الكربونايل جروب. تمام، ده بيخلي لي المركب الاثنين ميثايل دول مش سيمتريك زي ما انت متخيله. طيب بيقول لي تعالى كده نشوف الاندستريال ابلكيشن اوف NMR. انا طبعا اهم استخدام لل NMR هو استخدام ايه؟ استخدام علمي بحت، استخدام في فكره اللي هو الريسيرش، الساينتفك ريسيرش، ان هو نتاكد من ستراكشر او اثبت بيه ستراكشر للمركبات. لكن قليل قوي لو لقيت حد، طبعا مفيش شركه تقريبا في مصر نهائي بتمتلك اجهزه او جهاز NMR، لان جهاز NMR غالي ما بيهتموش بيه قوي، لان هم يعني حتى كميه الداتا اللي بيعرفوا يطلعوها منه مش قليله تخدمه في الصناعه. لكن بيقول لي واحده من اهم الصناعات اللي بتعتمد على يعني قياس ال NMR على الاقل ليه وانت بتشتغل هي صناعه الزيوت. تمام، في صناعات الزيوت احنا كل الزيوت اللي بتجينا من زيوت مستورده. فالزيوت المستورده انا عايز اشوف هل الزيت ده متخزن، هل الزيت ده محطوط له اي اضافات، هل محطوط له اي اضافات ممكن تكون مش زيوت اكل، وارد جدا يبقى في غش تجاري. خلي بالك الحاجات حتى بتاعه الاكل عمرك ما تصدق الحاجه اللي بتستوردها غير لو انت محللها، هتلاقي غش رهيب. فمن ضمن الحاجات اللي بتتغش بيضيفوا للزيوت لما بتتخزن فتره طويله انتي اوكسيدنت. طيب لما بيتضاف له انتي اوكسيدنت، تمام، بيقول لي ان بعض الانتي اوكسيدنت محظوره في الاتحاد الاوروبي ويعني مشكوك انها مسرطنه، زي ماده البي اتش اي، ده اسمه بيتايليتد هيدروكسي انيزول. تمام، بيتايليتد هيدروكسي انيزول، المركب ده محظور في الاتحاد الاوروبي، المركب ده مسرطن للانسان او سسبكتد، وما دام بيقول لك سسبكتد يبقى هو يسبب سرطان في حالات تجارب ولكن لم يثبت على البشر. البديل بتاعه المسموح به في مصر هنا هو البي اتش تي، البيتايليتد هيدروكسي تولوين. شوف البي اتش تي وشوف البي اتش اي، ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم هو دي او اتش ودي او اتش، مفيش مشاكل، بس ده فيه تيرشري بيتايل واحده، ده فيه اثنين، وده بدل ما هو او ميثايل لا ده سي اتش 3 مباشره. بيقول لي المركب ده امن، المركب ده محظور تماما وخطير جدا على الصحه. فايه اللي يثبت؟ بيقول لي بيتاكدوا من الاستراكشر ده ان هم بيحللوا وبيعرفوا يفصلوا الاضافات دي ويعملوا له ان ام ار، فطبعا ده بيظهر عدد بيك، طبعا دول بيظهروا سيمتريك، بيظهر عدد بيك مختلف عن ده، وكمان الامتصاص بتبقى في اماكن مختلفه فبيتاكدوا من الاستراكشر. حاجه ثانيه في صناعه الزيوت، يعني عايزك ايه تشغل دماغك كده معايا. بعض الزيوت بنسمع عن زيوت اسمها الاوميجا 3، يعني زيوت الاوميجا 3 بتبقى زيوت غير مشبعه فبيبقى فيها دبل بوند كتيره، بس مع التخزين بتتاكسد الدبل بوند دي وتتحول لالدهايد. تمام، عشان كده بقول لك الزيت حصل له ايه، يزنخ، يعمل ريحه مش كويسه، بيحصل حاجه اسمها اير رانسيديتي. طيب تزنخ الزيوت ده او التصمغ بتاع الزيوت ده ليه؟ بيتاكسد الدبل بوند بالاكسجين وتتحول لمركبات الدهايد. انا اقدر اكشف الالدهايد في كلمه، لو عملت له بروتون ان ام ار هيظهر لي الاتش بتاعت الالدهايد، مفيش اي اوفرلاب. حاجه ثانيه ممكن كمان يكون اسيد او يكون اي حاجه، ممكن كمان بالبروتون ان ام ار اكشف وجود الالدهايد والحاجات دي كلها. يبقى اذا من ضمن تطبيقات الان ام ار المهمه جدا في صناعات الزيوت ان انا لو جاينا عينه او جايلي شحنه من بره هقدر احللها واتاكد ان انا مش هعمل تحليل كامل، مش هعمل تحليل كامل للعينه، او انا مش عايز افسر الشيت، انا بروح ابص على حتت معينه في الشيت هل فيه ولا لا. يعني مثلا انا نسبه التزنخ او نسبه الالدهايد او التصمغ اللي في الزيت بتاعك ده قد ايه، انت مسموح لك بحد كام في الميه، الجهاز بيسمح لك ان انت تقيس ارتفاع البيك الصغيره وتقارنها بالبيك الكبيره وتحسب النسب. ده برضو بيحصل فيه لون مار، ان انا احسب الاريا بتاعت ده وبتاعت ده وقارنهم ببعض. ده كله بيديني داتا كويسه على التخزين وشروط التخزين بتاعه المركب بتاعي. كده خلصنا الشرح، وتعالوا كده ناخد شويه اسئله على ال ان ام ار عشان ننعش الذاكره بتاعتنا كده ونصحصح. ده اول سؤال عندي بيقول لي انديكيت النمبر اوف ديفرنت ابزوربشن ان، ماشي، الريليتيف انتنسيتي، كمان انا عايز عدد الابزوربشن وعايز الريليتيف انتنسيتي، وكمان يا ريت لو تعرف تجيب لي السبليتنج باترن، عايزك تجيب لي كمان المالتيبلستي. يبقى انا من الاخر انا هديك المركب عايز عدد البيك، تمام، وعايز المالتيبلستي
وعايز كمان ايه تاني؟ عايز الانتنستي، عايز اللي هو ايه الانتجريشن، هتمثل كام بروتون؟ يا ريت كده تجيب لي الحاجات دي. المركبات اللي عندك مين عايزك تتوقعها في البروتون ان ام ار، وعايز تتوقع لي عدد اللي هو عدد البيكس في الكربون 13 ان ام ار، يا ريت تحلهم. تمام، انا مش هحل دول لان انا حالل دول بالتفصيل في اول محاضره، حالل اسئله شبههم، بس دول برضو اسئله جديده، فيا ريت تبص عليهم اهو. ده مثلا 2 و2 دايميثايل بيوتان، هحل ده بس. تمام، وبص على بقيه الاسئله يا ريت تحلهم كلهم. ده البيوتان وادي على البوزيشن 2 في ميثايل وميثايل، فده بقى دول ايه الثلاثه دول شبه بعض في ظرف بيك واحده، وهنا مفيش حاجه، وادي دي هتظهر بيك ودي هتظهر بيك، فده يظهر 3 بيك في ال NMR بنسبة 9:2:3. تمام، ده المركب بتاعي. ادي لي بقى عدد البيكس في الكربون 13، هتلاقي ان عدد البيكس في الكربون 13 زيادة عنهم بواحدة. تمام، دايما عدد البيكس في الكربون 13، يعني عدد البيكس في الكربون 13 بيكون دائما اكبر من او بيساوي عدد البيكس في البروتون NMR. تمام، مهمة دي تبقى في دماغك. يبقى وانت بتعد عدد البيكس دايما في الكربون 13 بيكون بيساوي او اكبر من، عمره ما يبقى اقل عمره. تمام، طيب عندك مثلا الايثانول الاسيتون، انا عايزك تحل دول كلهم وتتعلم وتتدرب عليهم شوية اهم قصادك، يعني انا ثبت لك كده شوية، ابقى انقلهم وحلهم كلهم وسيب لي برضو الرد بتاعك في الكومنتات. طيب حاجة تانية بيقول لي ان انا يعني جيت اقيس البروتون ان ام ار، تمام، سبيكترم للاسيتون، وعملت له ريكورد على جهاز يشتغل على 200 هرتز. فاكرين اول ما قلنا الجهاز بيشتغل على 200 هرتز او 100 او 60 او 900 على حسب الجهاز. فبيقول لي الاسيتون اداني سنجل ريزونانس عند 2.1. طيب عايز اعرف الديفرنس بالهرتز ما بين السيجنال والتي ام اس، اللي هي فكره الكيميكال شيفت. يعني من الاخر انا لما جيت قلت لك الدلتا، قلت لك ان الدلتا بتساوي مين؟ بقسم على قدرة الجهاز بالميجا هرتز، هنا عندي 200. تمام، وقلت لك ان بقيس الفرق ما بين العينة بتاعتي والتي ام اس بالهرتز. تمام، المرة دي هو مدي لك قدرة الجهاز بالهرتز ومديك الكيميكال شيفت، وعايز فرق ما بين عينتك وكمان التي ام اس كام هرتز. بس ده كده تطبيق مباشر في القانون. برضو عوض وحل الاسئلة دي، يا ريت تحلها، ضروري جدا، دي بتأكد لك على بعض الافكار. لو انت مش عارف تحلهم ارجع لاول محاضره هتلاقي فيها التفسير بتاعهم بالظبط. الحاجه الثانيه بيقول لي عايز الكيميكال شيفت لو كان الجهاز بيشتغل عند 400، عند ال 200 كان بيديني كام كيميكال شيفت؟ عند 2.1، عند ال 400 يبقى اضرب في 2. اول ما تعمل كده هقول لك غلط مباشره، هتضرب لي كيميكال شيفت في 2، اقول لك غلط. مهما غيرت الجهاز الدلتا ثابته، الدلتا قيمه مميزه للمركب، اذا كان احنا عملنا الدلتا اصلا عشان ما يتغيرش قيمة الكيميكال شيفت من جهاز للتاني، فالدلتا دي رقم ثابت لكل المركبات، ما تضربش في 2. تمام؟ أمال إيه اللي هيتغير معايا؟ هيتغير معايا إن المسافة بالهرتز هتزيد، في نفس الوقت قدرة الجهاز بالميجا هرتز هتزيد، فده هيخلي الرقم بتاعي يبقى برضه ثابت، زودت البسط والمقام بنفس المقدار أو بنفس الريشيو، ففي النهاية المحصلة بتاعتهم تبقى واحدة. بيقول لي برضه أنا عايز يبقى عند كام هرتز جوه الجهاز اللي شغال بال 400؟ ارجع لأول محاضرة هتلاقي الحل بالملي. طيب بيقول لي ايه، انا دخلت المعمل لقيت اتنين بوتل مكتوب عليهم سيس سايكلو هيكسان دايول، سيس سايكلو هيكسان دايول، ادي السايكلو هيكسان. تمام اهو. طيب بيقول لي عايز اقول لك ان ده دايول يعني كحول بس فيه 2 او اتش. طيب ركز بقى معايا، دي او اتش، الاو اتش التانية فين؟ ما ممكن تبقى هنا او ممكن تبقى هنا او هنا، ممكن تبقى 1 و2 او 1 و3 كده او 1 و4. ايوه، هو بقى عايز اعرف البوتل اللي عندي دي 1 و2 ولا 1 و3 ولا 1 و4. تمام، يبقى انا عايز اعرف انه ايزومر فيهم اللي عندي. بيقول لي انا عندي ازازتين، تمام، والليبل بتاعهم اتشال، بس انا اللي لقيته انه مكتوب عليهم سيس سايكليكسان دايود، بس مش عارف 1 و2 ولا 1 و3، مش عارفها كام بصراحه. بيقول لي عملت ان ام ار للاثنين، فاول عينه ادتني ان ام ار، عملت له كربون 13 ان ام ار، اول عينه ادتني 2 بيك. ما يهمكش الارقام قوي وهقول لك ليه.
والعينة التانية اللي في البوتل بي ادتني 3 بيكس. حلك الوحيد ارسم كل الايزومر المتاحة عندك وتوقع شوف عدد البيكس كام. ده اول ايزومر تمام، ادي السايكلو هيكسان دايول سي سي، يعني هما الاثنين في اتجاه واحد، فما تشغلش بالك من الحتة دي. ده مثلا ثانية كده هرسم لك في مكان فاضي عشان يبقى ايه واضح قدامك. ده كده واحد، ادي دي بيك منهم، ودي مين؟ واحد واثنين. ادي اول ايزومر انا متوقعه. تعالوا نعد عدد البروتين بتاعته. لو قسمنا المركب ده كده سيمتريك، بيك اثنين ثلاثة وزيهم هنا، يبقى ده هيدي ثلاثة بيك، يبقى ده الازازة بي اللي هو واحد واثنين. كويس جدا. طيب تعالوا نشوف الايزومر اللي بعده، نمسح دي ونعمل واحد وثلاثة، يعني هبقى واحد اثنين هعمل التانية هنا. ادي الـ OH، عد عدد البيكس اهو، ده سيمتري، واحد اثنين ثلاثة اربعة، يبقى واحد اثنين ثلاثة ثلاثة خلصناه، ودول اربعة لا دول اثنين، يبقى ده مش ده، يبقى اكيد ما عادش فاضل عندي غير الواحد واربعة. يبقى انا البوتل اللي عندي عبارة عن البوتل A عبارة عن واحد واربعة، والبوتل B واحد واثنين من السايكلوهكسان دايول. يبقى كده عرفنا من الكربون 13 كل ايزومر مين فيهم. طيب تعالى كده نشوف بقى مسألة مهمة جدا، المسألة دي انا عايز اقعد فيها براحتي لحد ما احلها. بص يا باشا، دي نوعية المسألة اللي هتشوفها لما يبدأ يربط لك البروتون والكربون وكمان الاي ار كومباين شيت. بيقول لي ايه؟ unknown compound تمام based on series of analysis، عملت سلسلة من الاناليسيس بروتين ان ام ار وكربون 13 وماس واي ار وكل حاجة عشان اعمل له يبقى فولي كاركترايزد. فبيقول لي ادتني اول حاجه الصيغه بتاعته C3H5NO تمام. طيب الحاجه الثانيه بيقول لي انا مديك سبيكترال داتا، مديك بروتون ان ام ار، مديك كربون 13، مديك اي ار وماس سبيكترا. طبعا الماس سبيكترا مش هتديني داتا كتير لان الماس سبيكترا هتعرفني ان الصيغه دي هي بتاعتي، فخلاص مش هتفرق. انا لو جمعت مجموع الاتومز دي هيديني الكتله بتاعتي. فسيبك من الماس، بس هوريك شكل الشيت في الاخر بتاع الماس سبيكتر. اول حاجه هعملها وانا معايا الصيغه احسب له الانساتوريشن تمام، هحسب اليو. فاكرين اليو كانت بتتحسب ازاي؟ كنا بنقول الكربون زائد واحد ناقص نص الاتش ماينس الان تمام. ده كده الانساتوريشن. طبق على المثال ده، كربون زائد واحد يبقى 3 زائد واحد 4، ناقص نص الهيدروجين، نص اطرح لي الهيدروجين ناقص النيتروجين، يبقى 5 ناقص واحد ب 4، نص ال 4 يبقى 2، يبقى 4 ناقص 2 يبقى كده الانساتوريشن ب 2، يبقى انا عندي 2 باي بوند، يبقى الاستراكشر بتاعتي فيها 2 باي بوند، في 2 رابطه باي. لازم بقى كده وان ما افسر او اول ما هوصل للاستراكشر اللي عندي لازم يبقى فيها 2 باي. طيب تعالوا شوفوا البروتون ان ام ار سبيكترا، اظهر لي بيك تريبلت تمام وثلاثة بروتون، والبيك الثانية تريبلت وثلاثة بروتون تمام، ودي بيك لوحدها 1 بروتون تمام. يبقى كده انا لو بصيت هلاقي ان الموضوع مش منطقي، في غلطة هنا في المسألة دي. ايه هي؟ يعني بيقول لي انا لو جيت للانتجريشن اصلا بعيني كده 3 و 3 6 6 و 1 7، وهو بيقول لي ان انت عندك كام؟ 5. النسب الصح مش 3 و 3، النسب الصح في المسألة هتبقى دي 1 ودول 2. دي غلط كده، هيبقى 2 اتش و 2 اتش. بس هنا التلاتات دي بتوضح ان دي تريبلت ودي تريبلت، بس الانتجريشن بتاعهم ب 2 اتش و 2 اتش. طيب يعني ايه 2 اتش وتريبلت؟ 2 اتش وتريبل يعني عندي سي اتش 2، فده معناها ان هي 2 اتش وجنبها سي اتش 2، يبقى دي سي اتش 2 وجنبها سي اتش 2. اشمعنى؟ هقول لك ليه. دي 2 اتش بواحد عدهم لما تيجي تعمل الملتيبلستي، وجنبهم 2 تبقى دي تظهر تريبلت. طيب لو بصينا على دي برضه ب 2 اتش اللي قلنا البيك الثانيه وجنبها 2 اتش، يبقى دي كمان بتريبلت. لحد كده تمام. طيب في حاجه تانية انا ممكن اطلعها، واحد يقول لي طيب الواحد، مشكله الواحد ده سنجلت ورايح كده لوحده وقصته مش فاهمها،
ومش عامل كوريليشن مع اي حاجه تانيه. فده 99% كمان من شكله كده ان البيك شويه برود، يعني بدرجه كبيره ممكن يكون او اتش ان اتش، ممكن يكون حاجه يبقى هو يا او اتش، ما انا المركب بتاعي في او وفي ان، هو يبقى او اتش يا اما ان اتش. دي الاحتمالات اللي فاضله عندي بس، غير كده مفيش. يبقى كده انا طلعت بحاجه مهمه من البروتون النمار، ان انا عندي السكيلتون سي اتش 2 سي اتش 2. ما تنساش ان عندي 2 باي كمان، عندي 2 باي بوند، ممكن يكون تريبل بوند وممكن يكون دبل ودبل، بس فكره الدبل والدبل مش نافعه لسبب، انا ما عادش عندي غير كربونه واحده، انا عندي 2 منهم خدتهم اهو هنا، فاضل عندي كربونه واحده اللي فاضله. طيب تعالوا كده نشوف فاضل لنا ايه نعمله. نروح للكربون 13 ان ام ار. كربون 13 ان ام ار اظهر لي 3 بيكس، 3 خطوط، اكيد السي اتش 2 والسي اتش 2 دول هيظهروا كل واحده منهم بيك، فعادي مفيش مشكله. امال البيك اللي فاضله دي لمين؟ هنا دي ظاهره في منطقه يعني فوق ال 100، دي مش اس بي كربون، مش اس بي 3 كربون، دي مش اس بي 3 تحت ال 100 قلنا الاس بي 3، دي في منطقه مين اللي فوق ال 100، كنا بنقول يا اروماتيك يا اما تريبل بوند. بذمتك عمرك شفت مركب اروماتيك فيه هيعمل اروماتيك بوان كربون؟ اكيد لا، انا ما عادش فاضل عندي غير كربونه واحده، يبقى الحل الوحيد دي اس بي 3 او اس بي كربون، دي ما فيش حل غير انها عامله تريبل بوند. ايوه، وده يفسر الان ساتوريشن. طيب التريبل بوند ما لهاش اي احتمال غير انها عامله مع الان، يبقى كده ابدا بقى الاستراكشر بتاعتك، ابدا ركب الاستراكشر بتاعتك سي اتش 2 سي اتش 2، دي جبناها البروتون ان ام ار. كمل لي هنا بقى يا باشا، مين سي تريبل بوند ان. طيب فاضل عندي ايه؟ بيقول لي لو رجعت الاستراكشر بتاعتك هتلاقي فاضل عندك فقط او اتش، تمام، فاضل عندك او، بعد اللي هو الاتشات عندك اربعه، فاضل او اتش، مفيش مكان تمسك فيه غير هنا، تمام. يبقى المركب بتاعنا دي الاستراكشر بتاعته، تعالوا نرسمه مره ثانيه ونفسر بقى واحدة واحدة، بما ان احنا وصلنا للاستراكشر شوية يعني، ونأكد برضو بالداتا كلها، ما انا ممكن اوصل للاستراكشر الاول واخبطها وتيجي معايا صح، ممكن ما تجيش في المسألة، فتعالوا نرسم الاستراكشر تاني بقى. يبقى احنا عملنا اليو وعملنا اللي هو كل حاجة بتاعته وفرضنا كل الاحتمالات وكده، لو الاستراكشر بتاعتي فسرت كل البيكات في كل الشيتات يبقى الدنيا تمام. تمام؟ يلا. المركب اللي وصلنا له عبارة عن او اتش، تمام، وكمان سي اتش 2، طبعا دي الفراجمنت اول حاجه عرفنا نفكها، تمام، سي اتش 2 سي اتش 2، واخر حاجه اللي هي السي تريبل بوند ان اهي، دي كده الاستراكشر بتاعتنا. ايوه ده كده منطقي كده، دي الاتش بتاعت الاو، ودول ادي واحده ودي الثانيه، وكل واحده منهم تريبلت كويس. كمان لو جيت للكربون 13، ايوه السي بتاعت التريبل بوند اهي هنا، دي اهي، وكمان دول الاثنين كربون اللي معايا. طيب حاجه ثانيه، لو الكلام ده منطقي وانا معايا شيت الاي ار، متوقع اشوف ايه في الاي ار؟ اشوف بيك مميزه جدا للسي تريبل بوند ان، شرحناها في جزء الاي ار، قلنا هتلاقيه في حدود ال 2200، تمام. كمان هتشوف للاو اتش في حدود فوق ال 3200 او 3300، هتشوف لها هي كمان بيك برود، يبقى هتشوف بيك برود للاو اتش، وهتشوف بيك شارب في حدود ال 2200 للسي تريبل بوند ان. تعالوا نروح للاي ار ونشوف. ايوه ادي عندي ال 3450، دي مين؟ الاو اتش اهي، واضح لها بيك جدا، وطبعا دي عشان الاليفاتيك فمش مهمه بالنسبه لي، وعند ال 2250 دي هي السي تريبل بوند ان، تمام. ده كله اعتمدت عليه. طبعا بقيه المناطق بقى عشان الاو اتش والكلام ده كله، الاو سي اتش 3 برضه هتظهر لي هنا، بس مش مهمه بالنسبه لي لان دي في الفينجر برينت ريجن اهي. طيب تعال نشوف الماس سبيكترا، انا جايب لك الماس سبيكترا هنا اهو، انا رسمت لك الاستراكشر كمان هنا. الماس سبيكترا هي معلومه واحده طلعت بيها، ان هو الموليكولار ويت بتاع المركب بتاعي 71 ولا اي حاجه ثانيه، ما فيش كميه الداتا اللي بتبقى متاحه من الماس سبيكترا تبقى قليله شويه يعني. تمام، ادي الماس سبيكترا بيكسر المركب وبيجيب لي اوزان الفراجمنت،
اكبر فراجمنت في الوزن هي بتبقى هي المولكولار ويت بتاعي اللي انا عايز اقيسه للمركب، ما تدينيش كميه كبيره من الداتا الى حد ما يعني. ده شكل من اشكال الكومبايند شيت اللي انت ممكن تفكها، او تيجي لك مثلا اربع شيتات او ثلاث شيتات ممكن يجيب لك ديبت. يعني مثلا لو قلنا لده عايزين نعمل له ديبت، تمام؟ لو قلنا نتوقع الديبت بتاعه هيكون شكله ايه، شكل الديبت للمركب ده هيكون شكله ايه، مهم قوي دي. الديبت دي كواترنري كربون مش هتظهر ولا في واحده من الديبت. طيب الديبت 135 دي هتظهر في السالب، يعني هيظهر بيكات في السالب بس 2 بيك لدول، ودي مش هتظهر عشان دي كواترنري وما فيش حاجه تانية. طيب الديبت 90 هيظهر اي حاجه؟ الديبت 90 هيظهر فاضي، تمام؟ برضو راجع لحته الديبت شرحناها المحاضره اللي فاتت. طيب تعالى كده نشوف بيقول لي ايه بقى. In the spectrum of methyl acetate، ادي الميثايل اسيتيت، ميثايل اسيتيت ده استر، there is existed small signals، بيقول لي في سيجنال صغيره. اذا سايت اون ذا مين سينجلت، البيكات بتاعته كلها سينجلت عادي جدا اهو. يعني انا لما بتوقع الشيت دي هتظهر سينجلت ودي هتظهر سينجلت، والشيت فيه 2 بيك نظيفه جدا وكلهم خطوط واحده ما فيهاش اي حاجه. بس بيقول لي لما عملت الشيت لقيت ان في خطوط صغيره بتظهر حوالين المين بيك، ولما شيكت على المركب ده المركب ده بيور جدا، فالبيكات الصغيره والنويز اللي طالعه تحت دي مش ناتجه من الامبيردز. اديني تفسير. بيقول لي كده اخر سؤال بعد ما قال لي القصه دي كلها، بيقول لي وات ار ذي فروم، جم من فين؟ اديني تفسير منطقي، البيكات اللي تحت الصغيره دي جت من فين؟ تمام؟ جت من فين؟ والبيكات الصغيره مع على يعني للبيكه الكبيره على نفس المسافه هنا وهنا، وكمان برضو في نفس المسافه يمين ونفس المسافه شمال، تحس كانها مالتيبلستي بس مالتيبلستي مش مظبوطه. بيقول لي لما تحس ان البيك المين بيك البيكات الكبيره ظهر لها بيكات صغيره في البروتون ان ام ار، طب انا عرفت ازاي ان بروتون ان ام ار الكيميكال شيفت؟ عيب انك انت تبقى في الاخر خالص وتايه، ده بروتون ان ام ار ولا كربون 13؟ الكيميكال شيفت واضحه، تمام؟ طيب ايه اللي بيحصل؟ بيقول لي في بيكات صغيره، البيكات الصغيره دي ناتجه من الكربون 13، مش قلت لك الكربون 13 بيشكل 1% وساعات بيعمل كوريليشن مع الهيدروجين المرتبطه بيه، فبيظهر لها كابلنج، بيظهر لها كابلنج، مره يشتغل مع الفيلد الخارجي ومره يشتغل عكس الفيلد الخارجي، فبيظهر لكل بيك بيكتين صغيرين، تمام؟ ودي هي فكره الكربون 13 ان ام ار، ودول بيسموهم الكربون 13 ساتلايت. قلت لك كلمة كربون 13 ساتلايت معناها سمول بيكس اراوند المين بيك. ده هو التفسير الوحيد، لو المركب بيور وما فيهوش أي امبيريتيز يبقى ده ناتج من الكربون 13 ساتلايت، أو من حاجة تانية مش عايزك تشغل بالك منها اسمها السبيننج سايد باند. بس طبعا الكربون 13 ساتلايت بيتميزوا إن هو على يمين وشمال المين بيك بمسافة ثابتة، يعني المسافة دي قد المسافة دي. تمام؟ يعني دي بس سؤال شوية تكنيكال وسؤال يعني عايز واحد يبقى خبير قوي في الان ام ار عشان يفهم الحته دي. الحاجه الثانيه بيقول لي عملت بروتون ان ام ار 200 ميجا هرتز بروتون ان ام ار للمركب 2 سيانو 2 بنتين، 2 سيانو 2 بنتين، اداني 4 سيجنال ومديني وصف السيجنال عند 5.3 1 اتش سنجلت، وعند 2.1 2 اتش وكورتت، وعند ال 1.9 3 اتش سنجلت، وعند ال 1 3 اتش وتريبلت. بيقول لي ايه بقى؟ assign each peak to the structure. طيب بص الاستراكشر الاول قبل ما يعني ما تبصش على البيكات اللي على ايدك هنا ولا كانك شايفها، تمام؟ بص الاستراكشر وامسكهم اي بيك منهم. لو نبدا مثلا باللي في الاطراف CH3 وCH3، دول هتوقع ان دول اقل اثنين في الكيميكال شيفت، فهم دول CH3 وCH3 3H و3H، دول اللي هو الواحد والواحد وتسعة. طيب مين فيهم دي ومين فيهم دي؟ المالتيبلستي. ازاي يا عم؟ بص دي كده، دي عامله كابلنج بس عامله كابلنج مع البروتون ده، يعني هو بيقول لك ان هي ما ظهرتش هنا الكابلنج، فدي هتظهر كانها سنجلت اهي 1.9. طيب يبقى دي هنا. طيب السي اتش 3 الثانيه اهي 3 اتش هنا. طيب فاضل عندي مين؟ السي اتش 2 دي كورتت من غير ما ابص على الكيميكال شيفت بتاعها، دي الوحيده اللي هتبقى كورتت عشان دول جنبها ثلاثه اهي، دي الكورتت.
فاضل عندي اللي هي الفاينيل اتش دي، ما دي دبل بوند يبقى دي فاينيل اتش، دي هتبقى على واحده في الكيميكال شيفت اللي هي عند الخمسه بوينت ثلاثة. يا ريت السؤال ده برضو تبص عليها، امسح لك كل حاجه، ثبت الصوره عندك، وقف الفيديو وحل الاستراكشر دي كلها تمام. وبرضو لو عندك اي استفسار، طب دي ليه ودي ليه، عندك الكومنتات اسالني وهرد عليك باذن الله في اي وقت تمام. يبقى كده انا سايب لك الشاشه فاضيه، ثبت الفيديو وحاول، اسف جدا، ثبت الصوره ووقف الفيديو وحاول تحل الاستراكشر اللي عندك دي تمام. يلا بينا ننزل. فاكر انت كان بيقول لك ايه الانساتوريشن، اللي هو اسمه اندكس اوف انساتوريشن اي او يو، او ممكن تكتبها لك اختصارا، احنا في مصر بنستسهل ونكتب اليو الانساتوريشن، او ممكن تلاقيها في اي كتب اسمها اندكس اوف هيدروجين ديفيشنسي اي اتش دي تمام. دي او دي او دي، دي معناها ان انا عايزك تحسب لي الانساتوريشن بتاع المركبات. مديك برضو كام مثال كده، كوليسترول، اسبرين، عندك الاسكوربيك اسيد، اسيتيك اسيد، نفتالين، كوكايين، مديك شويه مركبات شويه مكلكعه عشان ايدك تاخد على حساب الانساتوريشن. زي ما قلت لك الواحد في الانساتوريشن بيعني يا اما دبل بوند يا اما بيعني ان انت عندك رينج. فانت بعد ما تحسبهم هسيب لك باذن الله في الكومنتات بتاعت الفيديو النتائج والاجابات بتاعت الحاجات دي. وقف برضو الفيديو وحل الحاجات دي، ضروري جدا تحلها. وقف الفيديو وقف، خد الاستراكشرات دول واحده بواحده وطبق في قانون الانساتوريشن، وهات لي واكتب لي في الكومنتات لو عندك اي سؤال في واحد منهم تمام. كده وصلنا لنهايه الفيديو، خلصنا كده يعني كده على خير، خلصنا شرح البروتون ان ام ار والكربون 13 ان ام ار، حلينا اسئله كتير جدا. انا ما رضيتش اخلي لك الحل في الاخر عشان ما تنساش مني وتزهق لما اقعد احل في كل مره ما بتاخدش حل. انا في كل مره بحط في اخر كل محاضره حل لاسئله. جمع الكلام ده كله معاك، لو عايز شيتات هتلاقي في كل فيديو في لينك، خش عليها هتلاقي اسئله شرح، وباذن الله هسيب لك برضو مرجع كامل فيه انترودكشن للان ام ار خفيفه تقدر تقراها براحتك. ولو عندك اي سؤال اكتب لي في الكومنتات. اتمنى من الله تكون استفدته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.